سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. عبادة التسبيح، التسبيح بيؤدي بيك إلى الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا امبارح عن الاستغفار، والنهارده التسبيح. الزموا التسبيح، هيفيدك جدا في انك ترضى بقضاء الله وبقدره، وينزل على قلبك السكينه والطمانينه. مع موضوع حلقتنا النهارده والعصر. سوره العصر في القران الكريم كلنا عارفينها، ربنا بيقول في اول السوره والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايه هو العصر في القران؟ من الأئمة اللي قال إن العصر اللي هو وقت صلاة العصر لأنها بين الصلوات كلها، ومنهم اللي قال إن العصر ده هو العمر أو الوقت كله. والعصر مفهوم كبير جدا وتقيل إن ربنا يقسم بيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه عليه في السنة ويقول إنك هتتسأل في القبر عن حاجتين متعلقين بالعمر، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. الاتنين دول عن الوقت. كتير جدا الناس اللي اتكلمت في التايم مانجمنت او في ادارة الوقت وفشلوا الى حد ما في انهم يظبطوا ال 24 ساعة. الوقت معانا زي ما احنا عارفين هنتكلم عنه وهنطرحه باسلوب جديد. هنقسم الوقت معانا لثلاث حاجات. اول حاجة الوقت اللي انت بتقضيه في الشغل، وده بيبقى من 8 ل 10 ساعات في المتوسط. تاني حاجة معانا الوقت اللي بنقضيه في النوم وفي الأكل وفي الشرب وفي الصلاة وفي المكالمات وفي السرحان وفي الكلام ده كله، وده غالبا بيكون من 8 ل 12 أو 14 ساعة. كده هيتبقى معانا في اليوم ساعتين بس، 22 ساعة يتبقى معانا ساعتين، هم دول اللي عليهم إدارة الوقت بتاعنا. مفهوم البركة في الوقت زي ما احنا قلنا في التوكل، اعتماد على الله مع الاخذ بالاسباب، كذلك الحال بالنسبه للوقت. الوقت عندنا هعتمد على الله سبحانه وتعالى، اقوم بالجانب الايماني الروحاني بتاعي من صلاه وزكاه الى اخره، وهاجي بالجانب العملي انظم الوقت. خدنا في اداء في واجب الوقت، تعرف الاولويات بتاعتك وترتبها وتحطها في الساعتين دول، يبقى قراءه او مطالعه، قراءه قران او تدبر في الساعتين دول، غالبا بيكونوا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، دول افضل وقتين لتنظيم الوقت. اشوفكم على خير الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله.